الوالدين يتفاجئوا مهما كان النيفو نتاع ولدهم معناها يبداش يلول نتاع الجمهوريه يبداو مفجعين. نتذكر باكي انا 1980 نجحت 1982 واحد من سوسه اي واحد من سوسه وواحد من افريك دو سود اي افريك دو سود عدى معنا ولد من سفير جنوب افريقيا ورغم ذلك لي بايرون كانوا مفجوعين يا زيد على المباشر هذه دولة الفساد الوزير ما عندوش الاكزاما مش مسلح النوتيات ما خرجتش وبنت الناس نجحت مبروك عليها وندعو الى فتح تحقيق بالوقت نتيجه كبيره صفقوني سيدي مبروك 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 الصورة ان شاء الله تفرح بها يا ربي في الفاك وفي الماستير وعروسة منين جاك تليفون ساعة؟ عايدة كلمتك اسمع يا سيدي مساج راه مساج عادي بالمساج مساج اي يا ربي ان شاء الله نهاركم فرحة انتم اللي تسمعوا متأكد تو فما شكون ام عينيها زغلت وتستنى في ولدها ولا في بنتها شنو الاحساس بدوي؟ احساس باهي حلو واحد يقدر اللي تحس صغيرك ينجح راهو حاجة مهمة برشا بالنسبة لنجاح لي بارون نتاعهم وفي نجاح صغارهم وقت اللي يشوف صغارهم متألقين وناجحين ويوصلوا لأعلى مراتب هذاك يقول أنا مو عملت الرسالة اللي مطلوبة مني خاطر بعد في نهاية الأمر بعد ما تخلق أنت في الدنيا والديك يكبروك بعد أنت عندك رسالة يلزمك تعملها مع صغيراتك إن شاء الله موفقين وإن شاء الله الصغيرات نتاع تونس مبروك افرح نقز افرح خرج لي فرحة شبيك تحلل معناها مازال في الغسرة نستناو المبروك سونساسيون ما عشتهاش حاجة أنت قبل البوق أنتم كيفاش كنتوا قبل في الباك نتاعكم؟ شهادة التحصيل شهادة التحصيل اسمها بالحق حاجه شادي قالك شادي كنا نخرجوا في البلبوق تاع نمشي والحومه كل تهبط واللي يسمع اسمه الحومه كل تتبلانج عليه بعداش يخرجونا في الجريده كونفيرماسيون في الجريده شفتوا في الجريده من قبل بفضوح انا راديو راني انا شادد روحي وتبكل عليه الناصر بركل على خويا الناصر بركل عليه كيفاش شادد روحك اخويا مبروك الصوره والله فرحنا ومحلاه هكا في المباشر جاي للمساء وبشوف قد ايه يحترم البرنامج المنشط هز وانا نحكي معاه هذا التليفون كلمتني احلام وبعد كلمتني عايده عرفت اللي فما حاجه سيدي سلام مبروك وسلام ديما فرحانين كبيره المو